يحافظ الدمشقيون على تقاليدهم المعهودة في استقبال الشهر الفضيل، عادات يتوارثها الأجيال عبر التاريخ. ومن هذه العادات المعروفة لدى أهل الشام نزهة التكريزة، التي عادة ما تكون خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان، عادة لم يتخلى عنها أهل غوطة دمشق رغم متقلبات الحياة. إجا جو الحرب، حرمنا كتير من الأشياء، يعني صرنا نخاف نطلع مشاوير، نخاف نعمل تكريز، نخاف تعرف ظروف القذائف والحرب. وهلا بعد ما خلصنا من هذا موضوع الحرب، جانا الحرب الاقتصادية، يمكن الناس ما عندها هالطاقة المادية إنه تطلع تعمل هالسيرين وتجيب اللحم وتشوي وتجتمع ويكونوا كتلة، يعني ولابد موجودة بعدها يعني التكريزة، لكن وجود هالناس كله عم يعمل تكريزة أكيد، بس يمكن على أبسط شوي. كيف يعني وإلا هي يعني موجودة. كنا ناكل لحمة. أيوة يعني ممكن الواحد يجيب أشياء من بيته، شغلات خفيفة كذا، ما عاد هم الأكل، هم إنه الجمعة الحلوة. تجتمع العائلات هنا في منتزه جوهرة الغوطة الذي يفتح أبوابه أمام المتشبتين بالتكريزة. تتنوع الأطعمة التي كان يستخدمها الأجداد والتي تناقصت اليوم تحت عبء الضغوطات الاقتصادية العالمية. اللي بيجوا سيارين وكذا أكلهم خفيف يعني عادي، يعني فول حمص، يعني طبخات بالبيت مشكلة، أما مشاوي 5% صار، ما عاد حدا قليل يعني صفي هالسنة، أما السنة الماضية كان في شوي عن أحسن، السنة الماضية أحسن من هالسنة، أما هالسنة كتير يعني 5% ما في أكلة مشاوي، أما قلت له طبخ البيت وكذا بتعبي بيجيبوا وكذا، بس يعني كصفرة الأكل اللي كان ينزل قبل كان أكتر من هلا. ومن أجل تشجيع الدمشقيين على الحفاظ على التكريزة، نظم أعضاء جمعية البيت الدمشقي التراثي نزهة بالزي التراثي الكامل، قدموا خلالها رقصات شعبية، وقاموا بسرد روايات وأشعار إحياء للعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة. الحضور كتير حلو، وأنا بنبسط بالأطفال اللي عم عيدوا تاريخ المجد ويتذكروا آبائهم وأجدادهم، مثل ما قلت لك بنحكي لهم إياها بنوع من الحكاية، ربما ما يتقبلوها، بس يشوفوا هاي الطقوس حية قدام عينهم، والأطفال كانت عم تلعب بالسيف والترس، هلا عم ينبسطوا، علمني علمني، كل واحد يحكي ويتعلم. يصر الدمشقيون على التكريزة لا كعادة عتيقة فحسب، ولكن كحاضر يسكن وجدانهم، موروث يتواصل من خلاله أهل دمشق مع أجدادهم ويحافظون عليه ضماناً لاستمرارية كينونة السوري في رحلة على درب هدى الهوية قبل الشهر الفضيل.